من 10 سنين رفعت قضيه على واحد عليه 100 جنيه مش راضي يجيبها، لو اتحكم لك في شهرين او في شهر او اتحكم لك بسرعه، يعني القضاء هنا ايه efficient، هات ياض ال 100 جنيه، هات يا ارفع عليك قضيه، رفعت عليها قضيه كسبتها في شهرين، هتاخد ال 100 جنيه من 10 سنين تشتري بيهم 2 كيلو لحمه يمكن اكتر، لان كيلو لحمه ايام كان بكام؟ ب 50 جنيه، يبقى 100 جنيه هتجيب لي كام كيلو لحمه؟ 2 كيلو لحمه، تمام؟ ده الاحتمال الاول لو كان القضاء سريع، قضاء يلا. طب لو القضاء بطيء، رفعت انت عليه قضيه من 10 سنين، عادي ال 100 جنيه مش جاب ال 100، عادي ال 100 جنيه مش جاب، ارفع عليه قضيه، رفعت عليه قضيه قعدت في المحاكم 10 سنين، خدت ال 100 جنيه، الله خدت الحكم سنه 2021، تمام؟ خدت ال 100 جنيه وانت خارج من المحكمه اتحكم لك بيها، هتعمل ايه ب 100 جنيه؟ يعني نجرب نشتري لحمه، هتلاقي كيلو لحمه دلوقتي بقى 150 جنيه و 140 جنيه. ال 100 جنيه مش مكفيه تجيب ايه؟ تجيب لحمه، خد بالك انت خدت حقك بس متاخر. فالنت فاليو، يعني ايه النت فاليو؟ صافي القيمه بتاعته زادت ولا قلت؟ يا باشا هي ال 100 جنيه، لا امال ايه اللي قل؟ حصل ظاهره الانفليشن. مش الاسعار بتزيد؟ فالفلوس قيمتها بتقل. فال 100 جنيه كانت زمان، نركز، ال 100 جنيه كانت زمان لو خدتها من 10 سنين كسبت القضيه بسرعه كنت اعرف اشتري 2 كيلو لحمه. لكن ال 100 جنيه لو خدتها متاخر سنه 2021 ما تجيبلكش النهارده كيلو واحد، ما تعرفش تجيب بيها كيلو. رحبوا يا جماعه معايا بالبروف شادي عصام اسطوره هو انجليزي. يلا بينا توكلنا على الله. نتكلم النهارده ان شاء الله بارت 4 في الاربيتريشن. اصلا الماده جميله جدا لو انت تمام حبيت تتعلمها وتفهمها، لازم كل مره تبقى عارف انت بتتعلم ليه. الماده دي هتفيدني بايه؟ تمام؟ ان انا لو وقعت في مشكله مدني او تجاري بدل ما الجا للقضاء اللي ممكن يكون بطيء ابدا الجا للتحكيم اللي هيكون سريع، ماشي كده؟ هذه طريقه تفيدني في التحكيم. ممكن كمان لو جلت منك النيابه او السلك القضائي ما دخلتش يعني، او تقديرك ما ظبطتش او وسطتك ما ظبطتكش، تمام كده؟ فلسه ستيل عندك فرصه تشغل نفسك وتطور نفسك وتتعلم اكاديميا وتبقى محكم، تمام؟ والمحكم بيبقى عنده حصانه زي القاضي، بيحكم بالحكم والحكم بيكون نهائي وملزم، وبتلعب دور القاضي، يعني ممكن ما تلحقش نيابه بس تشتغل ايه؟ محكم، بس طبعا ما يحصلش يوم وليله، ده عايز مجهود جبار عشان توصل لده، فنبقى التحكيم الاول عشان نبقى ايه؟ محكمين، تمام كده؟ والتحكيم قلنا بمنتهى البساطه زي ما كنا بنشبهها بالقطر والتاكسي، تمام كده؟ القطر بيوصل والتاكسي الاثنين بيحققوا نفس التارجت، تمام؟ بس القطر ده قطاع عام حكومي، ولو ليه ميعاد لو ما لحقتوش هيطلع، تمام كده؟ وزحمه وبتاع واحيانا بيعمل حوادث، في مشاكل كتير، صح؟ لكن التاكسي مضمون، خصوصا لو ركبت عربيه برايفت لايك اوبر مثلا او تاكسي، ونقيت تاكسي نضيف كده، ماشي؟ فالاثنين هيوصلوا، فنركب قطر هنوصل، نركب تاكسي هنوصل، فرق ايه بس؟ هو قطاع عام ولا قطاع خاص؟ لجأنا للقاضي هيحل، لجأنا للمحكم هيحل، بس الفرق ان القاضي قطاع عام والمحكم قطاع خاص، تمام كده؟ يلا بينا. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده جوديشال افشنسي وكريدت ماركت. يعني ايه جوديشال افشنسي؟ يبقى لو ان الافشنسي بتاعت القضاء زاد، الافشنسي بتاعت القضاء يلا زادت، تمام؟ معناها ايه؟ القضاء بيكون ايه؟ سريع و القضاء ده كف، الواد ده كفاءه، يبقى الواد ده ايه؟ سريع وبيحكم بالايه؟ بالعدل، تمام؟ فلو قلنا ان القضاء كف، القضاء يلا كف، يعني القضاء سريع وبيحكم بالايه؟ بالعدل. ده هيأثر على حاجة اسمها كريدت ماركت، حاجة اسمها يلا اللي هو اسمه سوق الائتمان، حاجة لسه بتتعلموها لسه انتوا في التجارة، ماشي؟ سوق الائتمان، إيه بقى الائتمان يا ماندا؟ يعني إيه سوق الائتمان؟ حد يعرف؟ تمام؟ حاجة شبه القروض، معلم، إيه كمان؟ ها؟ القانون التجاري قايم على المعاملات الإيه؟ التجارية السريعة، وقايم على حاجة اسمها الثقة والإيه؟ والائتمان، تمام كده؟ إن التاجر ممكن يقول لك بص أنا هاخد من عندك بضاعة، كم البضاعة دي؟ ب 100,000. طب خد 50,000 والباقي ايه؟ لما ابيع ابقى اجيب لك بقيه الفلوس، تمام كده؟ طب لو انا ما جبتلكش بقيه الفلوس انت هتعمل ايه؟ عندك ايجار ومرتبات، مش هتعرف تدفع ايجارك ومرتباتك، وانت عليك فلوس لناس ثانيه فمش هتعرف تدفع فلوس لناس ثانيه، فلو واحد تاجر ما دفعش الديون اللي عليه فالتاجر اللي بعده هيحصل له مشاكل، تمام؟ لان التجار كلهم بيكون لهم فلوس او عليهم فلوس، دايما يقول لك انا فلوسي في السوق، يعني فلوسك في السوق دي؟ يعني فلوسك بره، تمام؟ فلو في تاجر واحد اتعطل في دفع الفلوس اللي عليه التجار الباقيين هيجوا هم كمان هيتعطلوا، ماشي؟ فمعنى كلمه الائتمان او حتى كلمه كريدت زي كريدت كارد، كريدت يلا فاكرين؟ لما كان البنك بيسلفني فلوس واشتري بفلوس الايه؟ البنك، فالبنك هنا بيأتمني بيثق فيا انه بيديني فلوسه وبعدين انا هرجعها زائد فوائد، هرجعها زائد يلا فوائد، تمام؟ تعال تخيل الاتي، البنك سلفك فلوس او احمد سلفك فلوس،
تمام؟ وبعدين سعادتك رجعتها له، ها رجعت له اصل المبلغ زائد طيب انت كده حققت الثقه والائتمان. عادي يلا الثقه والائتمان تمام. طيب في حاله ثانيه سعادتك استلفت فلوس تمام من الحاج احمد، الحاج احمد مش دفع لك فلوس الحاج احمد واكل اعلى مفخلك يركبه تمام كده، اللي انت قادر عليه اعمله. هيقول الحاج احمد يعمل ايه؟ انت استلفت فلوس من الحاج احمد وبلطجت بتاع الحاج احمد ومش عايز تدفع فلوس للحاج احمد، الحاج احمد يعمل ايه؟ ماذا طبعا لو كنت الحاج احمد؟ هجيب له بلطجيه؟ ها؟ ولا نرفع عليه قضيه؟ نرفع عليه قضيه تمام كده؟ رحنا المحاكم. قعدنا في المحاكم 10 سنين. يبقى كده القضاء كفء ولا غير كفء؟ اه يبقى كل ما القضاء يبقى ابطا يبقى كفاءة القضاء بتقل؟ بتقل. تمام؟ فالحاج احمد بعد ما يقعد 10 سنين في المحاكم يقول لك والله ما انا مسلف حد تاني. ده انا قعدت 10 سنين في المحاكم عشان اعرف اجيب ايه؟ فلوسي. تمام؟ فالناس تخاف وتبطل تسلف، فسوق الائتمان يزيد ولا يقل؟ يقل. تعالى نعكس. تمام؟ رحت استلفت في دولة محترمة القضاء فيها سريع وده نادرا عامة، القضاء بطيء في معظم دول العالم، ماشي؟ يعني هي ظاهرة عالمية، مشكلة عالمية للأسف. رحت مثلا في دولة زي تشيلي في أمريكا الجنوبية أو في بعض الولايات في أمريكا القضاء بيكون سريع جدا، وفي بعض الولايات الأخرى القضاء بيكون بطيء. بس تعالى نروح لولاية أو دولة القضاء فيها إيه؟ سريع. رحت استلفت من حاج جون، قشطة حاج جون، هات فلوس حاج جون، تمام؟ حاج جون سلفك فلوس، جبت رجع له فلوس مفيش فلوس لحاج جون، تمام؟ واللي أنت قادر عليه أعمله، أعمل حاج جون رفع عليك إيه؟ قضية، كسب القضية في شهرين. تمام؟ يبقى الحاج جون هنا عنده احتمالتين، يا أنت هترجع له الفلوس بالحسنى، يا أنت مش هترجع الفلوس وتبلطج فهيرفع عليك ويكسبها بسرعة، يبقى في الحالتين خد فلوسه ولا ما خدش فلوسه؟ خد فلوسه، يبقى كده القضاء كفء، القضاء يلا كفء. لو أنت بقى الحاج جون تسلف الناس تانية ولا ما تسلفش؟ هسلف، لأن في الحالتين الفلوس يا إيه؟ يا هترجع لي، هرجع للقضاء وهيجيبها لي بسرعة، مفيش مشكلة. فكل ما القضاء يكون اسرع وبيحل المشاكل ايه؟ اسرع، سوق الائتمان يزيد والناس تسلف بعض اكتر، ولما الناس تسلف بعض تعمل مشاريع اكتر، ولما المشاريع تكتر الاقتصاد يزيد وفرص العمل تزيد، يبقى العلاقه ايه؟ بيزيدوا مع بعض وبيقلوا مع بعض. يعني ايه بيزيدوا مع بعض وبيقلوا مع بعض؟ كل ما القضاء يبقى اكفأ يبقى الافشنسي بت ايه؟ بتزيد، كل ما الناس تثق في بعض وتسلف بعض اكتر، كل ما الافشنسي تقل، الافشنسي يلا القضاء inefficient ولا inefficient؟ inefficient، فالناس تسلف بعض ولا تخاف؟ خاف، مش ضامن فلوسها هترجع لي ولا لا؟ دي علاقة positive، علاقة يلا يدلوا مع بعض ويدلوا مع بعض، ماشي؟ كلير؟ خش على بعض. judicial delay أو judicial inefficiency، لما أقول لك القضاء تأخير عدم كفاءة القضاء بتساوي كلمة delay، تمام كده؟ فلما القضاء بيتأخر ده يعمل اقتصاد كويس ولا مشاكل اقتصادية؟ زي إيه بقى المشاكل الاقتصادية ممكن تحصل لنا؟ عندك مشكلتين، حاجة اسمها النيت فاليو وحاجة اسمها الرونج بارتي. حاجة اسمها النيت فاليو وحاجة اسمها يلا الرونج بارتي. النيت فاليو معناها بمنتهى البساطة إن قيمة فلوسك بتقل، قيمة فلوسك يلا بتقل، تمام؟ ناخد مثال. هنرجع لورا هوب فلاش باك 10 سنين، اديتكم المثال ده قبل كده بس هقوله تاني، خلاص؟ وأنت رافع قضية على واحد ب 100 جنيه. طبعا القضية هتبقى أكتر من كده بس أنا بقول 100 جنيه لتبسيط المثال. من 10 سنين رفعت قضية على واحد عليه 100 جنيه مش راضي يجيبها. لو اتحكم لك في شهرين او في شهر او اتحكم لك بسرعه، يعني القضاء هنا ايه؟ افيشنت، هات ياض ال 100 جنيه، هات يا ارفع عليك قضيه، رفعت عليها قضيه كسبتها في شهرين. هتاخد ال 100 جنيه من 10 سنين تشتري بيهم 2 كيلو لحمه، يمكن اكتر. لان كيلو لحمه ايامها كان بكام؟ ب 50 جنيه. يبقى 100 جنيه هتجيب لي كام كيلو لحمه؟ 2 كيلو لحمه، تمام؟ ده الاحتمال الاول. لو كان القضاء سريع، قضاء يلا. طب لو القضاء بطيء، رفعت انت عليه قضيه من 10 سنين، هات ال 100 جنيه مش جاب ال 100، هات ال 100 جنيه مش جاب، ارفع عليه قضيه. رفعت عليها قضية قعدت في المحاكم 10 سنين، خدت ال 100 جنيه، قال لها خدت الحكم سنة 2021، تمام؟ خدت ال 100 جنيه وأنت خارج من المحكمة اتحكم لك بيها، هتعمل إيه ب 100 جنيه؟ يعني نجرب نشتري لحمة، هتلاقي كيلو لحمة دلوقتي بقت 150 جنيه و 140 جنيه. ال 100 جنيه مش مكفية تجيب إيه؟ تجيب لحمة، خد بالك أنت خدت حقك بس متأخر. فالنت فاليو، يعني إيه النت فاليو؟ صافي القيمة بتاعته زادت ولا قلت؟ يا باشا هي ال 100 جنيه، لا امال ايه اللي قل؟ حصل ظاهرة الانفليشن، مش الأسعار بتزيد؟ فالفلوس قيمتها بتقل. فال 100 جنيه كانت زمان، نركز، ال 100 جنيه كانت زمان لو خدتها من 10 سنين كسبت القضية بسرعة كنت أعرف أشتري 2 كيلو لحمة، لكن ال 100 جنيه لو خدتها متأخر سنة 2021 ما تجيبلكش النهاردة كيلو واحد، ما تعرفش تجيب بيها كيلو. فالاسم إن خدت حقي بس فلوسي قيمتها إيه؟ قلت. يبقى القضاء البطيء بيؤدي الى مشاكل
اقتصادية، تمام؟ فلو انت كان ليك من زمان 1,000,000 جنيه جاي تاخدهم النهاردة، كان ليك 100,000 جنيه من 10 سنين كنت ممكن تشتري بيهم شقة، النهاردة خد 100,000 جنيه كتاب اللي ما تعرف تشتري شقة، معرفش عشان تجيب شقة 100,000 جنيه دلوقتي، تمام؟ فال 100,000 جنيه من 10 سنين كانت تجيب شقة وشقة حلوة، ال 100,000 جنيه النهاردة ما تجيبش شقة، انت تجيب عربية حتى عادية كمان ما تجيبش عربية نظيفة، ماشي؟ فإذا قيمة الفلوس بتقل بتقل، فتأخير القضاء ده مفيد ولا مضر؟ مضر لأن قيمة الفلوس هنا بتقل، ولذلك كنا قلنا الجملة بتاعت العدالة البطيئة هي نوع من أنواع الإيه؟ الظلم أو أشد أنواع الظلم، تمام؟ المثال التاني، مين كده اللي استفاد؟ أنت عليك ليا 100,000 جنيه، أنا رفعت قضية كسبت القضية بسرعة، يبقى صاحب الحق استفاد، صاحب الحياة ده لما إمتى القضاء يكون؟ سريع. لكن أنت عليك ليا 100,000 جنيه، أنت الرونج بارت، الرونج إيه؟ فضلنا في المحاكم 10 سنين، ال 100,000 جنيه معاك أنت، أنت الظالم، تمام؟ وأنا المظلوم، يبقى ال 100,000 جنيه معاك كنت بتعمل بيهم إيه؟ فسح بيهم، مش هتعمل بيهم مشاريع، وعمال تكسب، ال 100,000 جنيه بتكسب، مع ال 100,000 جنيه دي إيه؟ لا ده أنا، يبقى أنت كده بتفيد الطرف مين؟ الغلط، مش بتفيد الطرف الصح، يبقى القضاء البطيء بيعمل مشكلتين، بيعمل إيه الله؟ بيقلل قيمة الفلوس وقيمة الحق، لأنك بتاخدها متأخر، وكمان بيفيد الطرف الصح ولا بيفيد الطرف الغلط؟ بيفيد الطرف الغلط. يوم ساعتها انا عارف ان انا كده كده هضمن حقي بس بعد 10 سنين. فده يشجعني ان ارجع للقضاء واللي اقول مش مستاهله. ابدا ادور على البديل اللي هو مين بقى؟ التحكيم. تمام؟ فهمنا؟ كلير؟ يبقى المشاكل الاقتصاديه هنا ها بطء القضاء ادى الى مشاكل اقتصاديه اللي هم ايه تاني قولهم لي يلا بالانجليزي ها؟ قيمه الفلوس بتقل، النت فاليو بتقل وبتفيد الطرف الغلط. ماشي؟ خش على بقى يلا بينا demand on judicial service demand on يلا judicial service وسبلاي ايه ده demand وسبلاي الموضوع مالنا اقتصاد طول الوقت تمام بعد كده هناخد امثله على البرازيل وتشيلي ونختم في اخر حاجه لها حاجه لها علاقه بالبنوك والبانكينج ايه سيستم مش عايز اغوط قوي تمام انا بقيت بحب بدل ما اشرح الحصه كلها اشرح جزء وبعدين اقرا بعدين اشرح جزء وبعدين اقرا عشان نبقى مسيطرين اكتر ماشي نمسك الاوسط اول حاجه انا ستاري يلا انا ستاري ذا امباكت يلا نطلع كونديشن وريزالت حاجه هتاثر على حاجه يلا جوديشال بيرفورمانس جوديشال يلا فوق كلمه جوديشال بيرفورمانس انتوا حرف السي اللي هو اداء القضاء هل القضاء افيشنت ولا نوت افيشنت سريع ولا بطيء دي كده انتوا فيها حرف السي ده الكونديشن هياثر على مين اون مين امباكت اون مين هياثر على مين كريدت ماركت سوق الائتمان ان الناس تسلف بعض ولا تخاف ما يسلفوش بعض الناس يدوا لبعض قروض اكتر ولا القروض ايه؟ تقل. امتى الناس تدي لبعض قروض اكتر؟ لو عارف ان الناس هيرجع الفلوس وحتى لو ما جابش الفلوس هرفع قضيه فاخد حقي بسرعه. ده اللي يشجع الناس، تمام؟ يلا بينا الكريدت ماركت ده ريزالت، خلاص؟ بيقول لك ان سام ايطاليان بروفنسز ايطاليا متقسمه لمقاطعات زي ما مصر متقسمه لمحافظات، كل دوله بتكون متقسمه ولايات، محافظات، مقاطعات، ماشي؟ فيها مقاطعات سريعة القضاء فيها سريع ومقاطعات تانية القضاء فيها ايه؟ بطيء زي امريكا فيها ولايات سريعة ولايات بطيء في المثالين هناخدهم من ايطاليا واسامي الدول مهمة اسامي الدول مهمة اسامي الدول مهمة وموضع سؤال ده ثلاث مرات ماشي؟ يعني اي مثال بيجي لنا بنكون عارفين كويس قوي الدولة دي حصل فيها ايه؟ ففي ايطاليا بعض المقاطعات او بعض المحافظات سريعة وبعض المقاطعات او بعض المحافظات ايه يلا؟ القضاء فيها بطيء ماشي؟ يلا بيقول لك ايه؟ In some Italian provinces, when the judicial efficiency increase, يبقى دي تاخد سهم الايه؟ لفوق وده السي 1 انا معنصر لك ماشي؟ لما القضاء بيكون سريع كفء يعني سريع ايه النتيجه؟ الكريدت ماركت والكريدت ريت هيحصل له ايه؟ هيزيد يبقى الكريدت ريت انكريز ودي الار 1 يبقى سي 1 وايه يلا؟ وار 1 القضاء سريع فالناس تسلف بعض، ليه الناس تسلف بعض اكتر؟ لان القضاء سريع فالناس تسلف بعض اكتر، لان انا هسلفك فانا ضامن حاجه من الاثنين يا انت هترجع لي الفلوس بالادب يا مش هترضى فهرفع عليك قضيه وهاخد فلوسي ايه؟ بسرعه فمش هخاف عادي سلف ما تخافش فكل ما القضيه يبقى اسرع وبيحل مشاكل الناس اسرع كل ما الناس تسلف بعض ايه؟ اكتر يلا نعكس ولكن في بعض المقاطعات الاخرى while in other provinces where there is a litigation delay ده السي 2 الاحتمال الثاني يلا litigation يلا delay يعني ايه سي 2 كونديشن رقم 2 او الحاله رقم 2 ماشي litigation delay يعني الافشنسي بتزيد ولا الافشنسي بتقل؟ اه القضاء بطيء فساعتها هخاف مش هقدر اسلف ده احتمال ما يجيبش الفلوس ولو رحنا المحاكم هنقعد 10 سنين يبقى بلاش اسلف احسن فالناس تسلف بعض ايه؟ اقل ماشي؟ يبقى النتيجه لو حصل delay يعني الافشنسي بتقل ها يبقى الكريدت ريت والكريدت ماركت هي ايه؟ والثقه والائتمان هت ايه؟ هتقل ليه الثقه والائتمان هتقل؟ لان القضاء هنا ايه؟ كفاءته بتقل فانا لما اسلف حد قدام احتمالتين يا اجيب فلوس بالايه
بالادب يا ما يجيبش فلوس فنقعد في المحاكم 10 سنين فلوس راحت عليا ولو جت لي هتجيلي متاخر يبقى انا كده خسران يبقى سلف ولا خاف؟ خاف ليه خاف؟ ليه ما رضاش اسلف الناس؟ عشان القضاء بطيء فبيزنوا مع بعض بيقولوا مع بعض تبقى علاقه ايه؟ بوزيتيف دايت بوزيتيف دايت تمام؟ واي جوديشال اور ديلي او تاخر القضاء ماشي يبقى ده افيشنت ولا نوت افيشنت؟ نوت افيشنت تاخر القضاء is a great problem for the economy يبقى هنا هنقول ان تاخر القضاء يعني كفاءه القضاء بالايه؟ بتقل ده بيأثر على الاقتصاد وبيحدد لي مشكلتين يلا ناخد المشكلتين يلا بينا واحد ده ديلي تمام reduces ده ديلي تأخر القضاء وبطء القضاء وضعف القضاء بيؤدي الى ان الكرنت النتيجه بقى ديلي دايما الكونديشن ديلي دايما يلا كونديشن هيؤدي الى ايه بقى النتيجه ايه ان النت فاليو ان يلا فلوسك حاليا فاكرين ال 100 جنيه لما خدتها متاخر قيمتها ايه قلت ال 100000 جنيه من 10 سنين كانت تجيب لك شقه لو خدتها بعد 10 سنين مش هتجيب لك شقه وهكذا فقيمه فلوسك لو جات لك متاخر الصافي القيمه بتقل بتقل تمام كده يبقى النت فاليو او الكرنت كرنت يعني حاليا تاخد فلوسك دلوقتي متاخر بعد 10 سنين في المحاكم كرنت نت فاليو ريفني صافي فلوسك بيقل صافي فلوسك يلا ده معناه ايه معناه ان القضاء هنا مسؤول انه ظلمك المفروض بدل ما يحميك ادالك حمايه كليه ولا حمايه جزئيه؟ جزئيه فبيقول لك هنا judicial system is partially protects partially يلا protects the right وضح لي يعني ايه القضاء هنا بيحميني حمايه جزئيه؟ يعني جاب لي حقي انا كنت رافع قضيه ب 100 جنيه من 10 سنين جات لي ال 100 جنيه يبقى دي حمايه ولا مش حمايه؟ جات لك حقك يا بلاش 100 جنيه بس قيمتها ايه؟ قلت يبقى دي حمايه كليه ولا حمايه جزئيه؟ خسرك خسرك قيمه الفلوس الظاهر انه جاب لك حقك بس الحقيقه ان حقك ده ايه؟ ال 100 جنيه قيمتها ايه؟ قال لي يبقى دي حمايه كليه ولا حمايه جزئيه؟ حمايه جزئيه، امتى كانت حمايه كليه؟ تاخد حقك بسرعه تاخد فلوسك بسرعه فتشتري بسرعه بقيمتها من زمان ماشي؟ طيب اذا الظاهره دي بتحصل بسبب الانفليشن بسبب يلا الانفليشن لانك لو قعدت بعد 10 سنين بعد 20 سنه الاسعار بتزيد او نقولها بصيغه ثانيه قيمه الفلوس بتقل تمام؟ اذا بسبب الانفليشن ريتس ار هاي الانفليشن ريتس يلا هاي and the cases delays reduces the right value بتقلل من قيمه الايه الحق هنقول مثلا 100000 لو 100000 من 10 سنين رفعت قضيه وخدت فلوسك بسرعه 100000 تشتري لك شقه 100000 جات لك بعد 10 سنين النهارده تمام ال 100000 جنيه النهارده ما تجيبش شقه يبقى الاسم انك خدت ال 100000 جنيه بس في الاخر قيمتهم ايه قلت ما يجيبلكش حاجه النهارده تمام ما يجيبلكش الشقه اللي كان يجيبها من 10 سنين تمام يبقى اذا احيانا الحق قيمته بتقل احيانا يلا الحق قيمته بتقل يبقى عندك هنا الفاليو بتقل او ميبي زيرو ميبي ايه؟ زيرو ايه ده هو انا حقي قيمته ممكن توصل لصفر؟ يعني انا اعرف ان من 10 سنين 100000 هتجيب لي شقه النهارده نفس ال 100000 ما تجيبليش شقه بس ال 100000 بزيرو انت بقى الحق يبقى زيرو خد عندك مثال جنيه الجنيه في الخمسينات والستينات عارف كان يعمل ايه؟ كان يدغدغ الدغاديخ الجنيه ده كان يصرف شهر ايجار شقه ولحمه وفراخ وخضار مصاريف الشهر كله بجنيه. انا بتكلم عن حاجه في الخمسينات والستينات والاربعينات، كان الجنيه والله بيعمل كده. تمام؟ النهارده الجنيه يجيب لك باكل بان. باكل بان ايه؟ لبانه. تمام؟ ماشي؟ وبالتالي لو انت رافع قضيه من 50 سنه خدت جنيه وكسبت الجنيه من 50 سنه من 60 سنه من 70 سنه من 80 سنه وكسبت القضيه فالجنيه يجيب لك تغاديخ، دغدغ التغاديخ. النهارده الجنيه بعد 60 70 سنه ولا يعمل ايه؟ يجيب لك لبان. تاخد الجنيه وتجيب لبان تمام؟ تمام؟ فدي مصيبه فاحيانا لو طبعا ما فيش قضيه بتقعد 60 70 سنه بس انا اتخيل ان القضيه قعدت 60 70 سنه فالقيمه هت ايه؟ هتقل جدا وتقرب من صفر ماشي؟ بعد كده بيقول لك سو ذيس اوبستكل فين الاوبستكل؟ فين المشكله؟ ان القضاء ايه؟ بطيء تمام؟ مايت انكارج ذا انديفيديوالز انكارج ذا انديفيديوال نوت تو ريزورت تشجع الناس ان هي ما ايه؟ ما تلجاش ما تلجاش لمين؟ القضاء ونشوف حد تاني بقى اسرع منه. ماشي؟ حتى عارف انك تاخد حقك بس بعدين وكنت هتبقى ايه؟ قال لي تبقى مش منه بقى. اقعد بقى في المحاكم 10 سنين وادفع فلوس للمحامي 10 سنين وتاكس رايح جاي تاكس محكمه تاكس رايح جاي تاكسيات وفلوس ومصاريف كلها عشان في الاخر تاخد حقك بعد 10 سنين قيمته ايه؟ مش مستاهل. ماشي؟ ده احنا نتراضى بقى ولا نتفق احسن بره المحكمه احسن. نحلها بالنيجوشيشن احسن. نحلها بالتحكيم احسن. تمام؟ اللي بعده تاني مشكلة تاني يلا مشكلة القضاء البطيء بيخلي بيفيد الطرف الصح ولا الطرف الغلط؟
اللي هو هيخسر القضيه بس هيخسرها بعد 10 سنين. انا رافع عليك قضيه وانت هتخسرها، تمام؟ معاك 100,000 جنيه، هكسب انا منك القضيه بعد 10 سنين. انا الشخص الرايت بيرسون، انت الرونج ايه بيرسون، بافتراض ان انت اللي هتخسر. ده اسمه اللوزنج بارتي. اسمه يلا لوزنج بارتي. الرونج بيرسون هو اللوزنج بارتي. ال 100,000 جنيه فضلت مع مين؟ انا هاخد ال 100,000 بس بعد 10 سنين. فضلت ال 100,000 مع مين؟ مع الشخص الغلط. كام سنه؟ 10 سنين. يتنغنغ بيها، يسافر بيها، يعمل بيها مشاريع. ده ممكن تكون ال 100,000 دي كسبت بقت مليون، وبعد كده يجي بعد 10 سنين يديني الايه؟ يا نهار اسود. يبقى انت كده بتفيد مين؟ الطرف الصح ولا الطرف الغلط؟ حتى لو هو خسر وجاب ال 100,000 على 10 سنين، بس ال 100,000 قعدت معاك كام؟ 10 سنين. تمام؟ يلا بينا. بيقول لك ايه؟ ده ديلي او انفشنسي. ديلي يعني يلا افشنسي ولا انفشنسي؟ انفشنسي. تمام؟ الديلي او الانفشنسي سيرف ذا انترست اوف رونج بارتي ولا رايت بارتي؟ رونج بارتي. انت كده بتفيد الشخص الغلط حتى لو خسر، بس استمتع بالفلوس لمده 10 سنين، ماشي؟ رونج بارتي. اكتب لي جنبها لوزنج بارتي. رونج بارتي اللي هو اللوزنج بارتي. الدكتوره مزودها في المحاضره، زودها. ازاي يا عم الطلبه الخسران هو اللي هيستفيد؟ ما الفلوس فضلت معاه كام؟ 10 سنين. هي الفلوس بتاعتي وانا رفعت عليك قضيه، تمام؟ فضلت الفلوس معاك 10، فحتى لو انت خسرت بعد 10 سنين بس استمتعت بالفلوس 10 سنين، عملت بيها مشاريع 10 سنين، شغلتها وحطيتها في البنك وجابت لك فوائد. فالشخص الغلط هنا هو المستفيد حتى لو خسر القضيه، ماشي؟ في المقابل يلا which give him incentive for more delay. فالشخص الغلط هيبقى عايز القضيه تخلص بسرعه ولا يطول؟ وتأجيل، ويستغل الثغرات اللي في القانون، ويستغل الثغرات اللي في قانون المرافعات، ويقعد يأجل 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 يأجل، وعارف انه خسران، فعايز الفلوس تفضل معاه اطول فتره ايه؟ ممكن. تمام؟ This situation increases the court burdens. طب ده في مصلحه المحاكم ولا يزيد من عبء المحاكم؟ لان خد بالك كل ما القضيه تطول ما في قضايا جديده بتترفع، كل ما القضيه تطول وفي قضايا جديده بتترفع، يبقى كده العبء بتاع المحاكم بيزيد. ماشي؟ والله ما يلحقوش. يبقى كده كورت بيردن بيزيد، ان يحصل حاجه اسمها كيسز اكيوميليشن. كيسز يلا اكيوميليشن. تمام؟ ات ويل اولسو. طالما انا بفيد الشخص الغلط يبقى انا بضر مين؟ بفيد الشخص الغلط يبقى انا بضر مين؟ الشخص الصح. يبقى انا كده بديسكارج، تمام؟ بحبط. بحبط مين بقى؟ ديسكارج الرايت ايه؟ بارتي، الطرف الصح. تمام؟ تو ريزورت تو ذا كورت تو جيت هيز رايت. ايفن اف، حتى لو هو عارف انه هيكسب، that he has a high possibility for winning the case. يا عم ارفع قضية هتكسب، يا عم اكسب بعد 10 سنين مش مستاهل. خلينا نتكلم مع راجل ونحلها ودي. يا عم انت ايه 100,000 جنيه ومعاك دليل وهتكسب. يا عمي بعد 10 سنين خلينا اتراضى معايا. بص هات 50,000 وانا هتراضى وانا هتنزل القضية، بس اخدهم دلوقتي احسن بدل ما استنى كام؟ 10 سنين. وده بيخلي الناس بدل ما تلجا للقضاء تتنازل عن حقها او جزء من ايه؟ من حقها، ويقبل باي مبلغ بالاتفاق الودي. ماشي؟ اللي بعده هنعمل مقارنه ما بين ايه الصفحه يلا الصفحه رقم 11. هنعمل علاقه ما بين الديماند والسبلاي. فاكرين النهارده الطلب حلو قوي، تمام؟ بيقول لك ديماند اون، الطلب على جوديشال سيرفيسز. يعني ايه جوديشال سيرفيسز؟ الخدمات الايه؟ هو ايه الخدمه القضائيه اللي القضاء يقدمها لي؟ حل القضيه بالظبط يا مستشار. فصل في النزاع، انا بطالب بخدمه قضائيه، انا بطالب ان القضاء يحل لي مشكلتي، تمام؟ ثم العرض سبلاي اوف، سبلاي يلا اوف او ايه يلا؟ جوديشال سيرفيس، والمعروض من الخدمات القضائيه. تعال نترجم الكلمتين دول للمعنى الحقيقي بتاعهم، ماشي؟ لما اقول لك الطلب، الطلب على الخدمات القضائيه يعني عدد القضايا. انا عايز قاضي، انا عايز ارفع قضيه، وانت عايز قاضي، يعني انت عايز ترفع قضيه. انا محتاج ديماند، بطلب خدمه قضائيه، يبقى انا عايز حد يحل لي مشكلتي، حد يحل لي قضيتي. فكل ما الطلب يزيد على القضاء معناه ان عدد القضايا بايه؟ بيزيد. كلير؟ تمام؟ يبقى كلمه ديماند اون جوديشال سيرفيس معناها نمبر اوف كيسز، نمبر يلا؟ فلما الطلب على القضايا يزيد يعني عدد القضايا بيزيد، عدد القضايا بيزيد. بيزيد. لما الطلب على القضايا بيزيد او الطلب على القضايا، يعني انا محتاج قاضي، يعني عدد القضايا بايه؟ انت عايز قاضي، وانت عايز قاضي، وانت عايز خدمه قضائيه، وانت عايز فصل في النزاع، كلنا عايزين فصل في النزاع، يبقى ده معناه ايه؟ ان عدد القضايا بايه؟ بيزيد، ماشي؟ يبقى ديماند اون جوديشال سيرفيس معناها نمبر اوف كيس، معناها نمبر يلا كيس. اللي بعده سبلاي اوف، سبلاي يلا اوف جوديشال سيرفيس.
المعروض من الخدمات القضائيه. طب احنا بقى هنوفر لك ايه؟ القضاء هيعرض لك ايه؟ هيعرض لك محاكم وقضاء، هيعرض لك يلا المعروض من الخدمه القضائيه، يعني المعروض يعني عدد القضاء، عدد القضاء، عدد يلا القضاء، او نضرب عدد المحاكم، عدد القضاء وعدد يلا المحاكم. دي مقصود بيها عدد، يبقى السبلاي مقصود بيها يلا هنا عدد القضاء او عدد المحاكم. عدد القضاء وعدد المحاكم في معظم دول العالم كتير ولا قليل نسبيا؟ قليل مقارنه بعدد الشعوب. تمام؟ فكده يحصل عندي حاجه اسمها جاب، بس حاجه اسمها يلا جاب، فجوه. على سبيل المثال عندنا 1 مليون قضيه، 1 مليون كيس، لكن اللي موجود مثلا 1000 قاضي بس بيحلوا كام قضيه؟ مليون او 10 مليون قضيه. تمام؟ في 10 مليون قضيه معروضين، لكن عدد القضاء ايه يلا؟ قليل، 1000 بس المعروض من القضاء قليل. كده في فجوه ولا مفيش؟ فجوه كبيره. تمام؟ فايه اللي يحصل؟ القضاء هنا هيبقى سريع ولا بطيء؟ بطيء جدا، لان عدد القضاء كتير وعدد القضاء ايه؟ قليل. ماشي؟ في حاجه من الاثنين، عايز نحل مشكله الجاب دي نعمل ايه؟ عندنا حلين. تمام؟ عندنا حلين، الحل الاولاني ايه؟ نقلل عدد القضايا او نزود عدد القضاء، بس كده. ماشي؟ نقلل عدد القضايا او نزود عدد ايه؟ القضاء، فنقلل الفجوه شويه. ماشي؟ نقرا يلا مع بعض. بيقول لك وورلد وايد عالميا، ده ظاهره عالميه زي ما قلنا، يعني موجوده في معظم دول العالم، ماشي؟ عالميا ذا جاب بتوين ذا ديماند اون جوديشال سيرفيس، الطلب على الخدمات القضائيه، حولها لي. يعني ايه الطلب على الخدمات القضائيه؟ يعني عدد القضايا، عدد القضايا المكتبه، نمبر اوف كيسز، وما بين السبلاي اوف جوديشال سيرفيس، دي نكتب عليها ايه يلا؟ المعروض من الخدمات القضائيه، هم عارضين علينا خدمه. يبقى معروض علينا ايه؟ نمبر اوف كورتس او جادجز، نمبر اوف يلا؟ كورتس او جادجز. المعروض من الخدمات القضائيه مقصود بيه عدد القضاء او عدد المحاكم، ماشي؟ يلا بينا. The evidence for that assumption is the cases accumulation. طب ايه دليلك على الكلام ده؟ ان القضايا بتتراكم، ان القضاء مش ملاحقين، القضاء منين ولا منين؟ اعمل ايه؟ ايه كل القضايا دي؟ وعدد القضاء ايه؟ قليل. عدد القضايا كتير، عدد الدعاوى كتير، لكن عدد القضاء قليل. فانا قدامي شايف في معظم دول العالم القضايا بتتراكم، القضايا يلا بتتراكم، تمام؟ يبقى انا عندي دليل عملي، حاجه اسمها كيس اكيوميليشن. يلا ناخد مثالين. بلد متداس على وشها في التاخر القضائي زي البرازيل، وبلد تانية العكس نجحت في ان القضاء بتاعها هيبقى سريع، وهي دولة تشيلي ودولتين في امريكا الجنوبية. تعال ناخد النموذجين يلا. ماشي؟ البرازيل. يلا. في البرازيل از كونسيدر عندهم مشكلة، خلاص؟ بيقول لك كيسز ديلاي فور اكزامبل، عارف المثال الأولاني؟ فور اكزامبل. In Brazil, the cases delay is considered the Brazilian judiciary main problem. يعني المشكلة الرئيسية بتاعتهم إن القضاء عندهم يلا بيتأخر، تمام؟ ودي ظاهرة عالمية زي ما قلنا معظم دول العالم. As the litigation process، طب اثبت القضية الواحدة هناك بتاخد من 31 شهر ل 46 شهر، وده تقريبا أربع سنين، ده تقريبا يلا أربع سنين أو ثلاث سنين وثمان تسع شهور. لو خدنا ما بين الاثنين يعني، ماشي؟ طيب، مانس to be resolved، to be يلا resolved. نرجع تاني لنقطة مانث. لو قلنا عايز اقول مانث واحد يبقى ده ايه؟ وان مانث، لازم اطلع لساني مانث. طب دي الجامعة بتطلعها ازاي؟ اللي يقول لك مانثس اديله على فعله تمام كده؟ يقول لك مانثس انت اديله على فعله تمام؟ مفيش حاجة اسمها مانثس خالص. لما بتبقى جمع لو مفرد بتبقى ثاء مانث لو مفرد. طب لو جمع نطق اس أو صاد بالعربي. ها يا مانس يا مانس. يعني عايز تقول مثلا 6 يبقى 6 ايه؟ مانس. 7 ايه؟ مانس. فاهم كده؟ ماشي؟ ده نطقها. أما اللي يقول لك مانس تدي له على قفاه. ماشي؟ مش عايز اسمها مانس. ماشي؟ نرجع لموضوعنا. والله زي ما بقول لكم كده. ماشي؟ يا باشا في مدرسين وناس متخرجين ممكن يضحكوا يقول لك فاكولتي اوف لو لو. يقول لك عايز اخد سيلفي. اسمها فاكولتي اوف لا فاكولتي اوف ايه؟ لا ماشي مش لو لو دي يعني واطي حاجات على دي تمام؟ يلا خلينا في اللي احنا فيه. وفي ناس تانية امبارح يقول ده حبيبي وكفاءة وده أحسن واحد بيشرح في العالم، وتاني يوم يتعرض عليه شوية فلوس من مكان تاني، ده أوسخ واحد في العالم وبيصوت الطلبة.
في نفس بعد 24 ساعه بس يغير رايه. تمام، الناس اللي هي مله ولا دين كده. تمام، المهم نرجع الموضوع. يلا كريم معايا، يبقى اقف عند مارك يا جماعه. يلا بيقول لك ايه؟ because of delay companies in Brazil. في وضع كده في البرازيل، الوضع في البرازيل القضاء الافشنسي بتاعته زايده ولا قليله؟ يعني القضاء سريع ولا بطيء؟ يبقى الافشنسي بيزيد ولا بتقل؟ بتقل قليل. يبقى ده السيتويشن في البرازيل، ده مبدئيا. نتيجه ده بيحصل عندنا مثال والتاني. تعال نسمهم الاول. يا المشاكل تكون ما بين شركه وعامل، او المشاكل تكون ما بين شركه وشركه. معايا؟ يلا. عمال عايزين حقوقهم. عمال عايزين حقوقهم. مشكلة ما بين شركة وعامل. فعامل ليه مستحقات، ليه متأخرات، ليه مرتبات، ليه حوافز، علاوات، مكافآت، والشركة مش راضية تديها له. ماذا تفعل لو كنت هذا العامل؟ رفع قضية. تمام كده؟ في قضاء بطيء. أنت مرتبك 1000 2000 جنيه ولسه هتاخده بعد 5 سنين أو 4 سنين في القضاء البطيء هناك. يبقى ساعتها وأنت مش قادر تاكل، أنت راجل على قد حالك. هتقعد مستني مرتباتك ومستحقاتك 4 سنين. فتيجي الشركة تقول لك أنت ليك كام يوم؟ 10,000 جنيه. تاخد 1000 جنيه وتسكت وتتنزل. فأنت تيجي تحسبها، أستنى 4 5 سنين في المحاكم ويمكن أكسب ويمكن ما أكسبش، ولا أقبل ب 1000 ولا 2000 دلوقتي بالتراضي وبالمفاوضات. طب قبلت بهاي كومبنسيشن ولا بلو كومبنسيشن؟ لو فيري لو كومبنسيشن. تمام كده؟ قبلت بتعويض قليل. بدل ما تلجا للقضاء اللي هيسوحك وهيبطئك وانت ضامن حق، حتى لو ضامن حقك بس بعد 5 سنين ولا 4 سنين، لا النهارده قليل دلوقتي، عصفور في اليد، اي حاجه مضمونه دلوقتي. فالسيتويشن هنا ظلم مين؟ ظلم العمال. وخلى العمال بدل ما يلجاوا للقضاء البطيء يرضوا بايه؟ بقليلهم، يرضوا باقل كومبنسيشن من خلال النيجوشيشن. تمام كده؟ نقرا المثال ده الاول. بيقول لك because of delay companies، الشركات اللي هي تعتبر هنا الطرف القوي او الظالم، ماشي؟ الشركات مركزه ضد الشركات اللي هي الطرف القوي او الظالم. ام برازيل بريفير الطرف الظالم. القضاء البطيء بيبقى على هواء صح؟ فالطرف الظالم هيفضل اللجوء للايه؟ للقضاء. وبحلني بقى. فالشركات هي اللي بتفضل اللجوء للقضاء، ليه؟ عشان هي الطرف الظالم، فعايز يطول القضية على الفاضي. تمام؟ بينما workers cases. So workers يجوا العمال بقى اللي هم الطرف الايه؟ المظلوم. So workers الطرف المظلوم. prefer to close the cases، يتنازل عن قضية، يقفل القضية. وتو جيت ذا لوست كومبنسيشن، لوست كومبنسيشن. وياخد أقل إيه؟ تعويض من خلال الدايركت إيه؟ نيجوشيشن. ويرضى بقليله بدل ما يستنى في المحاكم 4 و5 سنين ويعرف حقه. أيوه أنا مش هيجي. ولو جه، حتى لو جه بعد 4 5 سنين قيمته هتكون ايه؟ وهو ياكل منين اصلا السنين دي؟ هو محتاج فلوس بصراحه، ده عامل على قده، ماشي؟ لكن اللهم اضرب الظالمين والظالمين، ندخل بقى شركتين يخبطوا في بعض. شركتين بقى يخبطوا في بعض، هنسميهم انفستر او ايه يلا؟ او كامبري، ده يبقى سيتويشن مختلف شويه، تمام؟ يلا بينا؟ يلا بينا. بقول لك ايفن فور انفسترز، ايفن فور يلا؟ وانفستور هنا مقصود بين الاثنين الطرفين، المره دي انفستورز او الطرفين المره دي يلا كامبانيز، ماشي؟ او الطرفين شركات. فبيقول لك even for investors حتى المستثمرين most of them prefer to sign costly contract، بيفضلوا ان هم ابرام عقود مكلفه بدلا من instead of resorting to a tradition. انت شركه وانا شركه، عندنا الاثنين بنتشاكل على حته ارض، حته الارض ب 10 مليون مثلا. الأرض بتاعتي للأرض بتاعتي، الأرض بتاعتي للأرض بتاعتي، تمام؟ شركتين بيدعوا على بعض حاجة. فلو قعدنا في المحاكم يا باشا وإحنا لسه مش عارفين مين اللي هيكسب، وحتى لو كسبت هتكسب بعد 4 ولا 5 سنين. ما إيه رأيك؟ نقسم الأرض، خلاص. ماشي؟ فأنت ما أنتش عارف أنت هتكسب ولا لأ، طب أنا لو رضيت بنص الأرض، فده يعتبر نوع من التكلفة، ده عادي بالنسبة لي إيه؟ مكلف. فين التكلفة يعني؟ إن أنا خسرت النص التاني، أنا كنت ممكن أكسب الأرض إيه؟ كلها، والأرض دي بملايين. اصبر 4 5 سنين ولا اخد نص الارض دلوقتي؟ يا عم الارض ب 10 مليون اصبر في 4 5 سنين ويا عالم هتكسب ولا؟ لكن لو قسمنا الارض هاخد الارض ابيع نصها بملايين واشغلها واكسب. فالشركات بتبقى عايزه فلوس بسرعه. فبدل ما تلجا للقضاء بتقبل باي مفاوضات ممكن يوقعوا عقود غاليه او عقود مكلفه او عقود بخساره، يعني عقود يلا بخساره ينجزوا دلوقتي بدل ما يستنوا في الايه؟ المحاكم، ماشي؟
خش على تشيلي يلا ان كونترست ان يلا تشيلي عملت ايه؟ فاكرين من عيوب القضاء ان الاجراءات معقده والقوانين معقده؟ فعدلت القوانين بس. فلما عدلت القوانين القضيه عندهم بقى بتاخد من شهر لتسع شهور بقى بتاخد يلا يعني اي قضيه بتخلص في اقل من سنه في سنه او اقل نقدر نقول القضاء ده كفر ماشي نسبيا يعني يلا ان كونترست ان تشيلي It is the only country in Latin America, في أمريكا اللاتينية، خلاص في أمريكا الجنوبية that achieved crucial judicial reforms. يعني crucial judicial reforms حقيقة إصلاح. يعني الإصلاح إن القضاء بطيء ولا سريع؟ سريع. تمام إصلاحات. تمام؟ as إثبت أهو إثبت إن هو القضاء سريع بحيث أنا عايز دليل على كده. القضاء عندهم القضية بقى بتاخد يلا من one إيه؟ one month ونون يلا month لكام؟ لnine months. طارس. ماشي 9 months ماشي as a result وكنتيجة الشعب التشيلي والمواطن التشيلي تشيليانز تمام بيثقوا في القضاء وبيحبوا القضاء ولا ثقتهم هتقل ولا هتزيد تزيد لان اللي عنده مشكله هيخلصها بايه بسرعه تمام ثقتهم في القضاء تزيد يبقى نقدر نرسم هنا على التشيلي ها تشيلي عكس البرازيل الكفاءه عندها في التشيلي ايه تزيد القضاء اسرع تمام نتيجه الاصلاح القضائي وتعديل القوانين عندهم حصل عندهم ريفورم عندهم يلا ريفورم ماشي اخر حاجه اخر حاجه شبه اول حاجه فاكرينها هي يلا ان لو كفاءه القضاء زادت كفاءه القضاء يلا زادت ده كان بيأثر على الائتمان يعني الائتمان الناس تسلف بعض اكتر الناس تسلف بعض يلا لانهم عارفين ان فلوسهم هترجع لهم ولو ما رجعتش هرفع قضيه واكسب فلوسي واخد حقي بسرعه تمام يقوم مين اكتر حد بقى بيسلف في التسليف انا احمد يسلف حسين انا سلف هشام مش هيسلفني لكن اكتر حد بيسلف هو مين نوك شغله ايه ما كله على القروض ماشي ياخد فلوس من الناس ويسلف الناس تانية انا درسنا ده بالتفصيل السنه اللي فاتت يعني تمام فقال لك لما القضاء يبقى سريع البنوك تدي قروض اكتر ولما تدي قروض اكتر بيمضيك على ضمان الارض بس لسه هنروح المحاكم يعلم بقى هيحجز على الارض ولا لا والقضايا بتخلص بسرعه ولا لا فلو البنك عارف ان القضايا بتخلص بسرعه يقوم يسلف الناس اكتر فالمشاريع تكتر ففرص العمل تزيد وقطاع البنوك هنا يبقى مؤثر اعكس لو ان الجوديشال افشنسي قلت يعني القضاء ايه بطيء وبيقعد سنين قطاع البنوك سلف واحد وقعد في المحكمه خمس سنين مش عارف يجيب فلوسه. اولا فلوسه دي بتخسر لان المفروض البنك كان يرجع لايه؟ فلوسه ويشغلها فلوس بره، يعني البنك بيخسر مش عارف يرجع فلوسه، بقى له خمس سنين ست سنين 10 سنين في المحل. وكمان البنك هيبدا يسلف ناس اكتر ولا ناس اقل؟ واصلا معظم فلوس البنك ومكاسبه بتيجي منين؟ من القروض، فما يخاف انه يسلف الناس، وكمان فلوسه اللي بره مش عارف يجيبها، وحتى لو رفع قضيه هيجيبها بعد سنين ده لو جابها تمام؟ يبقى كده قطاع البنوك هيزيد ولا هيقل؟ وهيتضرر تمام؟ يبقى برضه علاقه نبيهيه هي اللي هناك، بس هناك كنا بنقول اي حد بيسلف، لكن هنا بنركز على مين؟ على البنوك بالذات. هي نفس الفكره بس مركزين على البنوك، لان البنوك هو اكتر حد بيسلف اصلا. ماشي؟ نرى يلا. Under يلا the banking sector could be affected by judicial inefficiency. فين الريزلت وفين الكونديشن؟ الريزلت banking sector، تعرفوا banking sector اكتب لي ار. اللي هيتاثر خد بالك دي باسيف. Could get affected تمام؟ يمكن ان يتاثر يبقى مين هنا اللي بيتاثر؟ بنوك ده الريزلت تمام؟ هيتاثر بمين؟ بالافشنسي او الان افشنسي هيتاثر بكفاءه او عدم كفاءه الايه؟ القضاء ده الشرط كفاءه وعدم كفاءه القضاء هو الشرط تزيد ولا تقل ماشي؟ يلا بينا يقول لك under the inefficient judiciary يبقى السهم هيطلع ولا هينزل؟ ها؟ inefficient يبقى الكفاءه بتقل تقل تمام؟ It will be difficult for the banks to get the rights back هيبقى صعب على البنوك ان هو يجيب حقه، ولو جاب حقه هيجيبه ايه؟ متأخر، فلوس خسرانة بره، البنك مش شغال فلوسه، فلوس بره عطلانة، تمام؟ Because the debtors، مين الديترز دول؟ المدينين، تمام؟ Could use the inefficiency for years لكي يتجنب avoid the repayment، avoid يلا؟ انا اروح استلم من البنك 10 مليون واخسر بقى اكسب مش فارقة، ما حتى لو البنك رفع قضية مش هيخسر القضية دي بعد 10 سنين، وأول ما يجي يكسب أفلى وأهرب. في التسعينات في مصر ده حصل بكتير جدا. كان ناس كتير بياخدوا قروض بملايين ملايين وقبل ما يقعدوا سنين في المحاكم وقبل ما يخسروا القضيه يقوموا فلوا اصلا بيوريني هتجيب 200 جنيه ازاي؟ يعني يستلف بال 10 مليون ويعيش في قصور ويدغدغ التجاديف
والبنك ما يعرفش ياخد فلوسه ويقعد في المحاكم 5 سنين واول ما يجي يخسر المدين يقوم مفلت يقوم هربان كمان فالبنك ما يعرفش ياخد فلوسه خلاص اذا دي مصيبه طبعا القوانين دي اتعدلت معلش الموضوع ده كان في ثغرات كتير في القانون اتعدلت تمام يلا بينا ذس بروبلم المشكله دي تحسن الاقتصاد والبنوك ولا تضعف الاقتصاد والبنوك ضعف طبعا ويكنز يلا ويكنز تضعف ده بانكينج ديفلوبمنت اند ايكونوميك رول لان البنوك لها دور اقتصادي كبير جدا مش هي اللي بتمول مشاريع مش تدي قروض للمستثمرين فلها دور اقتصادي فلو البنوك دورها وقع كمان دورها الاقتصادي ايه هيقع ماشي ذا امبورتنت هير المهم هنا is that most of the contracts are signed for long terms معظم القروض بالذات القروض اللي بملايين بتبقى اصلا معموله قروض طويله الايه الاجل تمام في مشكله ثانيه ان during the fulfillment معايا في الفقره الاخيره ده سطر يبقى العقد لونج تيرم العقد يلا لونج تيرم علينا لونج تيرم معظم العقود دي بتبقى لونج تيرم اصلا وكمان اثناء تنفيذ هذا العقد ظروف الاقتصاد بتتغير economic conditions might change economic conditions يلا might change اديني مثال خد عندي انا استلفت من البنك ممكن تستلف من البنوك بالجنيه المصري ممكن تستلف بالدولار ماشي فرحت استلف من البنك مليون دولار 1 مليون دولار معايا قبل 2016 قبل 2017 2014 مثلا 2013 فساعتها لو خدت الفلوس بسرعه ورجعتها بسرعه كان المليون دولار يساوي 8 مليون جنيه اتاخرت في السداد وما عرفتش اسدد فراجع اسدد تمام سنة 2021 ده بعد ما البنك رفع عليا قضية وكسبها بعد 10 سنين ورجع بقى رجع الفلوس للبنك هرجع المليون كام؟ النهارده بسعر النهارده 16 مليون فأصلا الدولار اتغير والقيمة اتغيرت فده بيبوظ المعاملات لأن أصلا العقود دي بتكون طويلة الأجل وطويلة الأجل دي أحيانا الظروف الاقتصادية بتتغير فالمفروض إن القضية بتكسب بسرعة أنت استلفت في فترة فترد في الظروف بتاعت نفس الفترة تمام مش تيجي ترد الفلوس بعد فتره ايه طويله فاحيانا الطرف ده بيخسر واحيانا الطرف ده بايه بيخسر ده الكلام ده ايه عشان ده عكس الكلام ده ده عشان سالب بالدولار لو كان سالب بالجنيه الجنيه قيمته بتقل لكن الدولار هنا قيمته زادت لان العملات في اللي بيزيد وفي اللي بايه بيقل ماشي عشان ما تستغربش المثال اللي فات كان بالجنيه فالجنيه قيمته قلت لكن بعد سنين هنا الدولار قيمته زادت تمام اخر حاجه لما بيكون في عقد في طرفين في طرف ظالم وطرف مظلوم فلازم القانون يتدخل ويعمل حاجه اسمها بالانسنج اثوريتي العقود طويله الاجل بنعمل حاجه فيها اسمها بالانسنج اثوريتي بالانسنج ايه يلا اثوريتي يعني ايه بالانسنج اثوريتي نعمل توازن للسلطه في عقود اسمها عقود اذعان تروح البنك كده تفتح حساب تمام او تتعامل مع الدوله فتلاقي عقد كبير 6 7 صفحات وفونت صغير ما تعرفش تقراه وامضي اشوي تمام كده وبعد ما تمضي البس يشوي تمام كده تلاقي شروط كتير انت مش فاهمها والبنك ابن لذينه بيعمل عقد ما يخرش الميه تمام كده تيجي بعد كده تسحب فلوسك تلاقي فلوسك بتخسر تيجي مش عارف تعمل ايه فلوسك بتخسر تيجي مش عارف ايه البنك جاي يلبسك اذكى مننا كلنا لانه بيعمل ده بقاله مئات السنين ماشي فدي اسمها عقود اذعان عقود يلا الاسم ان فيه رضا لكن انت مضيت على عقد كبير وطويل وفنته صغير ومش شايف اللي بيحصل فيه قمت مضى تمام من غير ما تقرا او مش حتى لو قريت مش قادر تفهم ايه اللي مكتوب ده كله ده نوع من عقود الاذعان البنك استغل قوته وفهمه للاقتصاد وانت مش فاهم اقتصاد وعم مضيك على اي حاجه تمام تيجي بعد كده تتفاجئ الدوله برضه احيانا بتعمل كده يبقى لو عندي الدوله طرف قوي او البنك طرف قوي متعاقد مع مواطن عادي يبقى كده في بالانس ولا ده في عدم توازن ده نوت بالانس المفروض القوانين تتعدل ويبقى تخليها ايه بالانس ماشي اذا Thus, we should create balancing authority. نعمل سلطة توازن أو نعمل توازن بالسلطة to limit the freedom عشان نحد من قدرات ومن سلطات الغلبان ولا القوي؟ قوي. قوي. Strong party. اللي ممكن يكون الـ state أو كمل آخر سطر. State agency أو الدكتورة زودتها أو البنك. البنك أيضا بيكون في الطرف الغاية في العلاقة. بنك. تمام؟ يعني عايز أقول لك كلمتين النهارده الدكتور قالتهم خلاص؟ ان الرونج بارتي هو مين؟ لوزنج بارتي وان هنا قلنا الطرف القوي كان مين؟ دولة او هيئة تبع الدولة او البنك تمام؟ كلير؟ اراكم الحلقة القادمة